وتخططه. انا عندي رساله اخيره، ابو مناحي اعطاه فرصه الليله، يعني قدامه فرصه الليله انه يسلم الجوال للاداره. سلم الجوال للاداره فهو معفي من جميع العقوبات. خلاص ابو مناحي تكلم الاداره ما راح يقصرون. لكن بعد اليوم حصلنا على جوال وبحثنا عن جوال ولقينا جوال ترى بيصدر فيه عقوبه قويه، الاستبعاد ما راح يكون فيه استبعاد. لكن بيصدر فيه عقوبه قويه ويعني يستحقها فعلا، لان وجود الجوال يخرب المتسابق، حتى المتسابقين على بعضهم، يعني بعض المتسابقين يا جماعه تخيلوا ان المتسابق يقرا تغريده وما بينه وبين زميله شيء. يقرا تغريده تقول ان مثلا انا ما بيني وبين محمد مناحي شيء، واعز محمد مناحي، اجي اقرا تغريده من واحد يقول شفت محمد مناحي كيف اسقط على نايف؟ اروح انزعل على محمد مناحي، وهو لا اسقط ولا قال شيء ولا قال كلمه. هذه المصيبه وهذه مشكله الجوال اللي احنا نصيح منها. لذلك وجود الجوال داخل القريه كارثه في حق المتسابق، وتاثير وجود الجوال ترى ينتشر بين المتسابقين من حيث لا يشعرون. انا اتمنى ان الجوال يسلم الليله ويعفى من العقوبات، وتراها فرصه قدامك لا تفوتها. شكرا لك ابو عنزي. متعب الرقعان جاهز في كوفي شروم؟ متعب سامعني يا مشعل؟ جاهز؟ جاهز في كوفي شروم؟ عطني توندو، عطني متعب. متعب صبحك الله بالخير يا متعب. صبحك الله بالنور، ارحب. متعب انا قلتها في مراجل 10، قلت انا من ضمن الاشخاص اللي يرشحون المتعب الرقعان لنجم الجمهور، وهذا الشخص يستاهل. متعب الرقعان قاعد يقدم، متعب الرقعان قاعد يتعب في البرنامج، قاعد يقدم بالفعل، ما يقول انا سويت وانا بسوي. متعب الرقعان قاعد يفرض نفسه، متعب الرقعان جالس يتمالك نفسه ويمسك نفسه حتى في التعامل مع اصحاب القرارات او المشرفين او المقدمين. انا اشوف انك يا متعب قادم وبقوه للقب نجم الجمهور ابو مناحي. والله اطرائك على متعب الرقعان في محله يا ابو فرح. الله يصبحك بالخير يا متعب. الله يصبحك بالنور. ما شاء الله تبارك الرحمن، حضور ريالتي عالي، رياكشنات حلوه، ردات فعل عفويه بدون تصنع. متعب الرقعان مثل لنجم الجمهور. بصراحة أشكرك يا متعب الرقعان على المبادرة اللي أنت سويتها، أشكرك على إظهار بعض الشخصيات على حقيقتها، من سبيل المثال الازدياد، ريان الساهري إلى آخره. أشكرك على توضيح الجروبات الوهمية أو التصنعية، تجلي متعب الحالة، ظهور متعب الحالة، رياكشنات متعب لها 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 طابع غير من غير. أنا توني الآن أضم صوتي الحقيقي إن شاء الله اللي نظرتي ما تخيب، أو نظرتي مين بخايبة فيك، إنك رجال راح الداح معاه نجم الجمهور بقوة بعد. يستاهل يستاهل. تعليقك يا متعب الرقعان على فكرة المبادرة اللي سويتها حقت اللي تكلم بها زياد بن شري. حلوة، إيش فيها؟ إيش رأيك في كلام زياد بن شري؟ ردة فعله؟ اي كلامه. والله شوف، بالنسبة للنصيحة هذه أول شيء لنفسي ولأخواني كلهم. يا سلام. لا أحد يحكم بنفسه بنجم الجمهور من ذا الحين. يا باقي سلام. باقي قدامنا أتوقع كم مدة البرنامج؟ 120 ولا 90 يوم؟ 100 يوم، باقي قرابة 80 يوم. 100 يوم. وإن شاء الله أنها بتوصل للواحد اللي يستاهلها، سواء أنا ولا زياد ولا علي مناحي ولا أي واحد من المجموعة كلها. يا سلام. طيب. يستاهلها من بياخذها. طيب متعب. لبيه. هل متعب ينافس على فارس النسخة ولا نجم الجمهور؟ اللي يجي من الله حياه الله. لا، هي هدفين. في رجال يركزون على الهدف ذا، في رجال يركزون على الهدف ذا. تركيز انا متعب وش؟ وش؟ اني اطلع بشكل يليق بي انا متعب، ويليق ب الله اكبر والدتي اللي ربتني طال عمرك، واقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه ثم يرضيك. الله اكبر عليك. الله اسمح لي يا ابو مناحي اجاوب عنه. متعب ابو الرقعان انا اشوف فيه نجم الجمهور قادم. يستاهل. هذه أيوة وجهه النظر. يستاهل. تفضل. اي نجم الجمهور، يعني خليك حدد هدفك انك نجم الجمهور، هذا اللي انا اشوفه. تفضل. على كيفكم. ها؟ على كيفكم. اعطوه بعد. لا لا، اعطوه المركز الاول. اعطوه المركز الاول. لا بس محمود انا بقول لك شيء. انا بقول لك شيء يا محمود. احرجنا لحظه. انا العب عليكم كلمتين اعطوه دور. يا ابو حمود ابى اقول لك، قل لا اله الا الله. ابو حمود اسمعني يا ابو حمود. انا يوم دخلت برنامج سكريبت كنت على مراكز، اخذت الثانيه ما فيها شيء. طيب خلاص. بعض الناس اخذوا نجم الجمهور.
بعض الناس هذا متعب لازم يحدد. أبو فرح الله يحفظك، لا أنت خالف قدام المتسابق طالبين. إذا يا أخوان أنا من هاي انطلق أقول أن المتسابق متعب بالرقعان من الشخصيات الذي أبدأ وأوضح معرفته، المعرفة دليل إيش التميز. صح شكرا يا متعب إنك قلت بدري على المتسابق ويقول إني أنا نجم الجمهور. ليش؟ لأن المدى طويل، باقي قدامكم أيام. الجميل بالذكر يا متعب إنك تقول إني أسعى إني ما أظهر على هذه الشاشة إلا كل شيء جميل. مثل ما تحب نفسك حب زملائك. رسالتي الأخيرة لك يا نجم الجمهور اللي غصبوني عليه أخوياي واحدة، ما أسمع نفداك. الرسائل اللي تجيك سواء الفقرة استمرت أو لا، أي رسالة سلبية أو عتب، خلي والله بسمع منك جاني فداك. أي رسالة تجيك سلبية أو عدم رضا في حق زميلك أو المتسابق معك أو المنافس لك، أنا أرجوك أنك تداريه وتحاول أنها تعطيها بمنظور آخر وهو بيفهمها. يعني في بعض الكلمات نعطيها للرجال قدامنا عكس وهو يفهمها، قصدي العكس. فخلك طال عمرك سلس، حاول انك تظهر انت وزملائك بالشكل المطلوب الى اليوم 90. هذا اللي نذكر فيه، وعد منه ان شاء الله. لا انا وعد انا كله. يا سلام. وعد ترى الوعد عند الرجال عهد، وتلزم الرجال بلسنتها، ما تربط مع ايدينها ولا مع رجيلها. ان قلت فعلت يا ابو كفو والله متعب كفو. يلا ابو عنزي، انا اشكرك يا متعب، اشكرك جدا يعني على كلامك قبل شوي يوم قلت انا يعني مركز اني اطلع بشيء مشرف وشيء جميل. متعب انا هنيك على ذكائك، هنيك على دهائك، هنيك على واقعيتك، يعني ما شاء الله عليك، بدون تجاوز، بدون همجيه، بدون همجيه. يعني انت يا متعب فعلا اثبتت نجوميتك، اثبتت وجودك، اثبتت واقعيتك. يا رجل أنت، أنا أقول لهكذا صنعت البرامج الواقعية، ولهذا أتى متعب بالرقعان إلى قرية مراجل. أنت تذكرني بشخصية يا متعب، شخصية وليد قشران النجم القدير اللي فعلا خرج من هذه القناة وخرج من يعني هذه البرامج، وكما هو معروف يعني برامج قناة الواقع تخرج يعني نجوم وتخرج ممثلين وتخرج ما شاء الله. وليد قشران كان في يوم من الأيام أحد متسابقين كاريزما، الآن ممثل في قناة NBC، هذا ما عهدناه من قناتنا الحبيبة قناة الواقع. عكس يعني بعض الشباب المتواجدين خلفك يا متعب، اللي عندهم بس كلام وهراء ويعيشون في أوهام. يعني حاولنا ان نعدل يعني من بعض الافكار اللي ما ادري من وين تدخل في رؤوسهم. انا يعني لو لي حيله اجي اسد النسم اللي في راس هذا الشخص علشان الافكار هذه ما تدخل وتعيش في وهم النجوميه، وهم اني انا الافضل، وهم اني انا صاحب الرياليتي وجاي لي يعني من مكان ثاني بكم يعني شخص او بجماهيريه وجالس يثبت يعني عفوا جالس يفرض وجوده هنا يعني بدون اي مبرر وبدون اي تواجد. رسالتي لهم شوفوا متعب بالرقعان وسووا زيه. بس ايش شوفوا متعب بالرقعان وسووا زيه. شوفوا متعب بالرقعان اسمع اسمع اسلم. لا والله اني انا اللي اسمع يا متعب هذا نمدح الله يوفقك. دقيقه متعب، كلامي لا ترد عليه بخصوص المتسابقين، كلامي لك أنت ترد عليه بخصوص زملائك، لا ترد عليه. ماني برسالة لحد ويوم تقول يتعلمون مني اليوم، يتعلمون مني أنا بكرة بتعلم منها الدنيا كذا. طيب كله يتعلم من آخر. كلامك كويس صح كلام. لا كلام زين، بس بقول لكم شيء شباب قبل ما أختم معك يا شباب، بحكم انه ما صفق قوله نبي نصفق الحين. لا 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 ما صفق قوله، ما صفق قوله والله العظيم. حنا ندري، اقسم بالله العلي العظيم يا اخي، حتى كان محترم على الكرسي ومنه جالس يسمع ويعطي، احنا نعطيه فرصه. والله النقطه دي حنا صفق له، حنا اللي صفق له والجمهور صفق له. والله انهم صفقوا يا رجل. اول ما جاء الشباب كان فيه دخوليه
ما بين متعب الرقعان فؤاد عبد الله وضافوا عبد الله عبد الرحمن نزلوا مشرف من السياره. هذا الرجل ما رضى اصلا في الموقف اللي انتقدنا فيه فؤاد الاول ليله العزيز اخوي يكون مو براضي فيه، لكن بلعها وبلع عمره واجد يا مشاف. قال بطول الطويل بعوجاء فؤاد واموره، قال خليني اتجلل حالي اتجلل حاله. رسائلك وانا اخوك اللي انت ترسلها عبر مبادراتك وعبر فعالياتك وصلت وضحت، اشكرك يا متعب صراحه. انت جمعت نجم جمهور، جمعت الاعلام، جمعت الادب، جمعت الاحترام. متعب الرقعان ما عاد تنفع للحين، ما عاد ينفع ما عاد لها طعم. تاريخ جاينا طال عمرك ويقول لا 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 يا فؤاد يا الربع يا الربع اقسموا عليه اقسموا عليه يا الربع. انا بحكم انه راح اخرب عليه فؤاد، تراه متعمد يا فؤاد عبد الله. فؤاد لا فؤاد فؤاد ما ينفع الصوت، وانا اخوك متعب انشق دريك هالحاله. متعب الله من اسمه نصيب، متعب الريجين، متعب المنافسين، متعب الخصام اللي خاصمونه، متعب يتعب طروقها مخلاه. متعب خلك هذا المنهج، والله ان شاء الله انت توصل لمرادك وغايتك. غيرك جاي في ذا الكرسي يقول انا 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 والله اشكرك. المشكله قال قوه، قال توه ما بعد بان شيء، ما بعد مثل ما قال ابو حلزي تو الجمهور اوقه تو الجمهور في بدايته يا رجال. اصلا لا تقول انا طيب. طيب بالنسبه قبل شيء قبل اول شيء انا لازم انوه